السلام عليكم، مازال في اللون؟ كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ واش مازال قاعدين في ديوركم كيما انا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهنايا سمحوا لي، هذا الفيديو كنت باغيه نبوستيه لكم يوم امس، ولكن ما تحتش لي الفرصه انني نكمل ليه المونتاج، فغادي يوصلكم فقط اليوم. نتمنى انكم تعذروني. وهنايا كنت باغيه نقترح عليكم واحد الطبخه اللي هي خفيفه وظريفه وسهله دغيا دغيا، ما حتنا جالسين في الدار، فاجيو نديروا الاقتراحات على بعضياتنا. هنايا بغيت نقترح عليكم طبق ديال القرنبيط وشرائح اللحم، سهله البنات، يعني في خلال 20 دقيقه كيكون الغداء ديالكم واجد. القرنبيط شنو درت له؟ طيبته في الماء مع شويه ديال المليحه وواحد واحد الشريحه ديال الحامض او الليمون. من بعد يعني درته غير نص طياب، من بعد درته في مقلاه وفرغت عليه شويه ديال الكريمه اللي كنتو شفتو معايا من قبل. وهنايا شرائح اللحم حتى هي ديتها وجبتها في مقلات مع شي شويه ديال الزبده او لا زيت الزيتون، نتوما والاختيار ديالكم. كتضيفوا ايضا القليل من الملح، القليل من الابزار، انا كيعجبني الكمون، يمكن فايتو وقلت لكم هذا الشيء. وكنضيفوا شي شويه ديال الاوراق ديال لوغومارين او لا الاكليل، وها الغديوه ديالكم واجده. فالجو كان زوين، تغدينا في على برا يعني في الحديقه. هنايا الابنه ديالي اقترحت انها تعمل لنا كيك بالشوكولاته، غادي تعذروني ما تسحتش لها الفرصه انني نصور لكم النتيجه لاننا كليناه بكل بساطه. ديناتور دو موند اون انغلي اون دي ويب. Ça signifie toile d'araignée. Toutes les pages internet qu'on ouvre sur un ordinateur sont en effet connectées les unes aux autres comme les fils d'une toile d'araignée sur un. وهنايا البنات الوقيته ديال الواجبات المدرسيه والتمارين والدروس، راكم عارفين المدارس مغلقه والاطفال يعني كيتوصلوا بالواجبات ديالهم والدروس ديالهم في البيت، الاساتذه ديالهم او المعلمين راه خدامين كيوصلوا لينا كل درس كل يوم. زعما تنقول لهم مره اخرى شكرا على المجهودات ديالكم. فالوليدات صراحه غادي نبغيو كلنا وتمع وليداتنا نوهموا انفسنا اننا في عطله، ولكن حنايا ماشي في عطله، وخاص ولا بد اننا يعني نواظبوا على الدروس والواجبات. غادي نشرح لكم البنات كيفاش انا كننظم الوقت مع الوليدات ديالي، خاصه انه جاني سؤال من عند الاخت هناء من مصر، قالت لي بلي عندها مشكله كيفاش مع وليداتها، يعني انها تحمسهم او لا تشجعهم باش يعملوا الواجبات ديالهم. اختي هناء والاخوات الاخريات، غادي نقول لكم ماشي دائما كتضبط معايا، ولكن كل نهار كنحاول يعني كنشوف واحد الريتم او واحد النظام كنجربو، يعني كل نهار بنهارو كنجرب واحد النظام، نهار يومين ثلاث ايام ما كانش مضبوط يعني كنعاود نجرب نظام اخر. وهاد الايام يعني الحاجه اللي لقيت فيها راحتي والوليدات حتى هما لقاو فيها يعني واحد النظام اللي هو زوين ومريح، ويعني صافي ما بقاوش تالفين، وهو اننا كنعملو على الاقل ساعه صباحيه، يعني من بعد الغداء ديالهم، من بعد الى حبوا يشاهدوا البرامج ديالهم او لا يعملوا الانشطه الرياضيه او لا يلعبوا كيف ما كاع الوليدات، فكنحاولوا نديروا ساعه صباحيه كنضبطوها بالتوقيت كما شفتوا معايا، كنت حاطه الكرونومتر على الطاوله. وفي هذه الوقيته كنحتم عليهم انهم يعني التلفاز يكون مغلق، الاجهزه الالكترونيه تكون كلها مغلقه، واللي كان كيعمل الواجبات ديالو او لا ما كانش كيعمل يعني الاخوه الاخرين حتى هما ولا بد ما ينضموا لينا للطاوله او المكتب اللي حنا خدامين عليه. الابنه الصغرى كيف ما كتشوفوا ما عندهاش واجبات، ولكن يعني كنقترح عليها انها دير الانشطه اليدويه ديالها في الوقيته اللي الاخ ديالها خدام. هكا كنشجع الابن ديالي اللي عنده واجبات انه كيشوف بلي افراد العائله كلهم جالسين خدامين، كل واحد عنده عمل ديالو،
والإخوة الآخرين يعني كي ياخدوا الأمر بجدية وأنهم راه ماشي في عطلة خاصهم يواظبوا على الدراسة ديالهم. عاوتاني في فترة ما بعد الظهر البنات شنو كنديروا؟ المهم من بعد الغداء يعني كنخلي لهم عاوتاني واحد المتنفس. انا كيكون عندي اشغال منزليه, كيكون عندي يا اما كان عندي حوايج, عندي اشياء كنهتم بالمنزل ديالي ايضا, فكنخلي لهم هذاك المتنفس عاوتاني ليهم هما, وتا انا كنقضي الاشغال ديالي. ومن بعد عاوتاني كنضبطوا مره اخرى ساعه في فتره ما بعد الظهر. هذيك الساعه اللي ما بعد الظهر ايضا يا اما كنخدموا داكشي اللي ما كملناش في الصباح, اولا تنكملوا التمارين اولا الواجبات الاخرى اللي ما بديناهاش. والاطفال خاص ولا بدا فاش كيكون الطفل ديالكم عيان, فبطبيعه الحال غادي تشوفوا ولو ما كملتوش هذيك الساعه فكتحاولوا تخفوا عليه عنده يعني كتحاولوا تقدروا تعملوا معهم الاشياء اللي ما قدرش يعملها وهو جالس, تقدروا تعملوها كنشاط عائلي كاملين. كديروا واحد ان سورت دو جو لعبه, وكتوليو كطرحوا الاسئله على جميع افراد العائله. هكذا الطفل ايضا حتى هو كيتعلم وكياخذ المعلومه بطريقه غير مباشره. المهم قلت لكم الطفل كيتلقى المعلومات بطريقه غير مباشره, فاش كتعملوا يعني الموضوع كيكون عن طريق اللعبه, فكيروحوا شي شويه عن النفس, كيقدروا يجريو, كيقدروا يتحركوا في الدار, وانتم كتلعبوا معهم او لا كتراجعوا الدرس بطريقه يعني ذكيه. يعني حاولوا انكم تستخدموا الذكاء وحاولوا تستخدموا يعني وسائل اللي يقدروا يتعلموا عن طريقها بدون ما يحسوا بريوسهم انهم مجبرين, او بدون ما يحسوا بانكم راه كتعملوا معهم الدروس. وفي اخر هذا الفيديو البنات نحب نوجه تحيه لرجال خفاء اخرين, فمن بعد اطر الصحه واطر التعليم واخرون, فرجال خفاء من نوع اخر وهما عمال النظافه. فهاد الوقيته اللي حنا في هاد الازمه هذه خوفا من هاد الوباء هذا, فاحنا جالسين في ديورنا, ولكن هاد الرجال هادو عمال النظافه فهما مازالين كيشتغلوا بالرغم من كل شيء. فتحية تقدير واحترام وامتنان, وتنشكركم بزاف بزاف على المجهودات ديالكم. وهذه فرصة فين نتعلموا كاملين ونعلموا لوليداتنا أننا فاش كنرميو كيس القمامة فلازم نحكموا الإغلاق ديالو باش متفرغش عليهم, فاش كنمسحو أو لا بمنديل أو لا مشوار اللي كنا كحينا فيه أو مسحنا فيه الأنف ديالنا فما كنلوحوش فين ما لقينا, وبطبيعة الحال ما كنتخلصوش من القمامة والأزبال ديالنا عبثا هكا على الأرض أو في المكان. فشوية ديال الاحترام لهاد الناس لأنهم ساكن راه خدامين بالرغم من الوباء. ومن غير ما نتكلموا على الوباء فهما دائما كيشتغلوا بالرغم من الأحوال الجو اللي كتكون متقلبة, فكنشكروهم مرة أخرى تحية تقدير وامتنان.